بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وزملائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مهدي موك. النهاردة هنتعلم حاجة جديدة، وهي إزاي أعمل أبديت لدليل الحسابات بتاعي، وكمان هنتعلم في نفس الحلقة إزاي نحل مشكلة إمبورت نصوص اللغة العربية لنتسويت. علشان لو اتبعت خطوات إمبورت النصوص العربية بالطريقة العادية بيحصل لها كوربت وما بتظهرش بطريقة سليمة. فيلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه النهاردة. اول حاجة، فدي مجموعة من الحسابات اوريدي موجودة في دليل الحسابات بتاعي اللي جوه نتسويت، لكن عندي فيه اربع حقول اللي هم دولت الداتا دي مش موجودة فيها، فانا عايز اعمل لها ابديت فيها فيلد بالنص العربي وفيها فيلد بالنص الانجليزي. لو اتفرجنا على مجموعة الحسابات دي هلاقي ان الحساب دوت اول حساب عندي، ادي الديسكريبشن، انا حطيت فيه نص باللغة العربية هنا عشان نشوف ان لما بعمل ابديت لو في حاجة موجودة في الفيلد اللي انا بعمل له ابديت بتتمسح ويتم تحديثها بالقيمة الجديدة اللي انا عامل لها بيها ابديت. وفي عندي الحقل دي دي بي كود فاضي، عندي حقل الارابيك نيم فاضي، عندي حقل الاس اي بي كود فاضي، ونفس الموضوع في مجموعة الحسابات التانية اللي هو 11 و12 و13 وهكذا. يلا بينا نبتدي. يبقى انا اول حاجة بحط الداتا بتاعت دليل الحسابات بتاعي اللي انا عايز اعمل لها ابديت، بس لازم يكون في عندي كي علشان نتسويت وهو بيعمل ابديت يعرف هو هيحط الفاليو دي فين. فده الانترنال كي بتاع كل حساب من الحسابات دي. بجيبه منين؟ بجيبه من نتسويت. ازاي؟ بستعرض دليل الحسابات واعمل له داونلود بالاكسل او بالسي اس في، فبيكون جنب كل حساب من الحسابات الانترنال كود بتاعه. يبقى انا كده جهزت الداتا بتاعتي. بعد ما بجهزها في الاكسل بحولها لسي اس في. يبقى اول خطوه هقول سيف از واختار التايب سي اس في كوما ديليميتد واقول سيف. وبعدين لازم يكون في عندي برنامج اسمه نوت باد بلس بلس، ده فري بروجرام ممكن تعمله داونلود من الانترنت، اسمه نوت باد بلس بلس. هعمل له رن وبعدين اقول له اوبن، وبعدين اختار ملف السي اس في اللي انا حفظته دلوقتي، وبعدين اجي هنا على الانكودنج اختار convert to UTF-8. تاني حاجة اقول له save as، ويكون السيف اس تايب هنا بتاعي لازم يكون تكست. انا هغير الاسم عشان افرق ما بين الملف السي اس في والملف التكست. وبعدين هروح لنتسويت، افتح الامبورت اسيستنت بتاعي. هنا طبعا بيسألني مجموعة من الأسئلة اللي هو هيتعرف على ايه نوع الملف اللي انا بعمله import دلوقتي. فطبعا الimport type هو الaccounting، والrecord type هو chart of accounts. باجي على character encoding واختار UTF-8 CSV column delimiter، هسيبها كومة زي ما هي، واجي هنا اقول له select. هنا هلاقي الملف بتاعي اللي انا حفظته باسم تكست، اعمل له open واقول له next. هنا بيسالني بيقول لي انت عايز تعمل اد للريكوردز اللي انا بعمل لها امبورت دلوقتي ولا بعمل ابديت؟ لا انا بعمل ابديت، لان الريكوردز دي اوريدي موجوده في السيستم، فانا بعمل لها ابديت وبعدين اقول له next. الفيلد مابينج هو اوتوماتيك، نتسويت قال لي ان مجموعه الفيلدز اللي موجوده في نتسويت متوافقه مع مجموعه الفيلدز اللي انا بنعمل لها امبورت دلوقتي.
طبعا الاكونت نيم انا مش محتاجه ممكن الغيه. سب كود انا محتاجه. دي دي بي كود انا محتاج اعمل له ابديت. الارابيك نيم انا محتاج اعمل له ابديت. الديسكريبشن انا محتاج اعمل له ابديت. وطبعا الكي اللي هيعرف نت سويت بالحساب الصح هو الانترنال اي دي، وطبعا ده لازم اسيبه اكتف معايا في الفيلد مابينج. وبعد كده اقول له نيكست. هنا ممكن اختار ان انا احفظ خطوات الامبورت ديت والفيلدز بتاعتها عشان لما اجي اعمل امبورت مره تانية، لكن انا دلوقتي هقول له ران على طول بدون ما احفظ الخطوات ديت. بعدين اعمل كليك على الامبورت جوب ستيتس، هلاقيه بيديني النتيجه ان تم نجاح الامبورت بنسبه 100%، ان 8 ريكوردز تم عمل لهم امبورت بنجاح. طيب لو انا رحت للحساب الاولاني بتاعي اللي هو دوت اللي كان الديسكريبشن فيه كده، هعمل له ريفرش دلوقتي علشان نشوف ايه نتيجة الامبورت اللي احنا عملناه. هلاقي ان الديسكريبشن تم تعديله بالقيمة الجديدة اللي كانت موجودة معايا في الامبورت. كذلك الفيلد دي دي بي كود كان فاضي، حصل له ابديت بالقيمة الجديدة. الارابيك نيم حصل له ابديت بالقيمة الجديدة. واس اي بي كود حصل له ابديت بالقيمة الجديدة. ونفس الكلام لو رحت للحساب اللي بعده اللي هو 11، لو عملت ريفرش للصفحة هلاقي كل القيم اللي انا خدتها معايا سليمة ومظبوطة. الحاجة التانية اللغة العربية معايا مظبوطة واقدر اقراها تمام، لان انا اتبعت الخطوات السليمة لعمل امبورت اللغة العربية. شكرا لكم ونلتقي في حلقة قادمة ان شاء الله تعالى.